السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نعم. والسؤال الثاني، عندي حساسية في الأذن، واش هل يجوز زعما ما نمسحش الأذنين ديالي بالماء في الوضوء؟ بنتي إذا عندك الحساسية على مستوى الأذنين، هو الحكم المخفف قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية القرآنية. فالأذنين هما داخلين مع الرأس، الأنف والفم داخلين مع الوجه. اغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم. فالمسح إذا مسحنا على الرأس وكان عندي حساسية في الأذنين، إذا قدرت نمسح عليهم كان أفضل وكان خير. إذا تعذر علي فرانا مسحت الرأس، حتى قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا للتبعيض، والتبعيض ذكر الأحناف هو أنك إذا غسلت ربع أو ثلث الرأس لضرورة من الضرورات، لمرض أو سقم أو غير أو جرح أو حساسية، فقال لك لقد قمت بالواجب لأنك قمت بالثلث أو الربع. فالأذن داخل في الرأس، فالأفضل أنك تمسحي. إذا تعذر عليك وما مسحتش بالأذن فأنت مسحت الرأس سلفا والرأس دخل في الأذن. إذا هذه الآية القرآنية، السنة فصلت التفاصيل والقرآن ذكر الأمور بإجمال. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الغسل وجوهكم، وعاد قال: وامسحوا برؤوسكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر.